يا قوية. صاحب، صاحب وين؟ صاحب لتون. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، بسم الله. أسعد الله أوقاتكم يا حبابي القلب، ويسعد قلبكم جميعا. بحييكم تحية الإسلام لكل جميع محبينا يا حبابي، يسعد قلبكم جميعا. حبابي اليوم رجوعنا إلى الكهفين، ولازم أكون واضح معاكم أكثر وضوح شو بيعني الكهفين وشو اللغز اللي احنا فايتين عليه مشان تصلكوا الفكرة يا حبايبي. وبعض الناس مش واصلت له الفكرة، راح اوضح شو الفكرة اللي فايتين عليها او شو اللغز اللي فايتين عليه اللي متجهين عليه احد الكهفين. طبعا يا حبايبي اول ما بدينا عن طريق الرواية، عن طريق الكتاب يا حبايبي، حجر غريب اللونين موجود باحد الكهفين فيصبح رمادين ويندفن بقبرين وموجود عليه سحرين. رجوعنا للكهف او كهفين موجودة جرة أو جرتين زي ما شرحنا يا حبايبي. هاي من الرواية اللي أخذتها من تعليمات من الختيال للألغاز موجودة بالكتاب يا حبايبي. طبعا اليوم راحين نتجه للكهفين الموجود معانا. صاحب ورامبو حسب كلام الختيار موجود سحرين بالمكان فيصبحوا رمادين إذا بطلنا سحرين طلنا على أهل من المكان هذا يا حبايبي. واليوم معي صاحب. صاحب صاحب طالي هون يا حبايبي. هذا صاحب زي شوفت عينكو، هذا هو صاحب كلب بشم العلق وريحة السحر. إذا موجود سحر بالمكان هذا راح يطلعه صاحب هذا الكلب. صاحب تعال طلع لي هون، اليوم بسحر عندك يا أخوان. أنا بحكي مع الكلب كأني بحكي مع إنسان، احترامي لكل محبينا، لا تأخذوا فكرة. الكلب هذا مجرد شو اللي بحكي له إياه بلبي فورا الكلب صاحب، والمحاربين القدامة الكل بيعرف شو معنى الكلب صاحب. نعم. فيتبع دائما معانا الكلب صاحب. اليوم يا حبايبي من اياكم تدعونا ونتوكل على الله وخلينا نشوف موجود تدعونا يا حبايبي. وهي الكلب صاحب. صاحب بدي يهم اليوم اذا بي اصحاب المكان طلعوا. ماشي صاحب. يا الله يا يا يلا 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 يا اخوان، هين قربنا على الموقع بدناش نتاخر عليكم بالتصوير، خلينا نصور من ليلى لصاحب. يا الله صاحب يلا يلا يلا. هو باخذ المكان راح ينفذ النفل، هو نتبع الكلب صاحب. يلا يا صاحب. يا رب يا الله يا اخوان، الارضيه طين زي ما انتم شايفين. شايف الارض طين؟ شايف كيف تغرز؟ شايف كيف تفرج طينه مالها. يا رب يا الله. وين رامبو راح؟ رامبو تلاقيه راح يتفقد المكان من حيوانات ضالة. رامبو حماية لصاحب. أيوه يا الله لحاله راقع. أيوه يا رب يا الله. فعليا الواحد بغرز بعطيني هاي يا إخوان، غرز الواحد رسمي. يا رب يا الله طلع هذا الاشي ان شاء الله. اقول يا المكان هذا يا الله. وين هو غاد؟ نعمل واحد زحلق. هاي وين فوق؟ راح اتجه لحاله. سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله فاتح الكهف لحاله. فاتح الكهفين بالرحمة. هي فتح الكهف هذاك، هي رد فتح الكهف الثاني يا اخوان. ها هاي فتح يعني لحاله. طول الصلاة لحاله. شرب شرب شرب. طب خليني قرب كثير بارك الزحلق هون ارطيني يا اخوان. هي فتح الكهف هذاك سبحان الله. الثاني غالي. اذا انتم شايفين يا اخوان هي بكهف، هي كهف، هي باب كهف، وهي باب كهف هون. طبعا يا اخوان زي ما انتم شفتوا المكان مرصود وفي مال الارض وفي شغلات غريبة عجيبة. يا رب يا الله طين الواحد. يا الله يا الله فوت عني نلحق وجوه. يا رب يا الله. الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. فوت 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 شوي خلينا ترى صور هذا. هيا
هوك شمت هو بتحرك لحاله. يا رب يا الله سمعت صوت الخبطة جوا. ركعت يا رب يا الله. طبعا انا شلت على ظهري يا بكي بدي اقيمها بس يا الله. وين كنت جوا جوا؟ يا الله يا الله يا الله يا رب يا الله. دير بالك شوي شنتي كمان ما شاء الله يا شكوش و... والمنكوش والقصص هاي. شايفين اخواني شنطة ظهري العدة طلع منها تروجي اخوان كيف مي بالسقف. شو افوت يا حبيبي كيف افوت السقط. شوف اطلع لهم هون لهم هون كمان طينه. دقيقه هين جاي ها العدة ظهري والدنيا يا رب يا رب. اكل ضربه دقيقه. ايه طفى الكشاف طفى الكشاف. اوه هذا قدامي يلا. ليش وقف دقيقه؟ ليكون بيشي خطر. صفى الكلب. بسم الله بسم الله يا رب يا الله. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طلعوا يا صاحب طلعوا يا صاحب. بإذن الله إنه يطلع بإذن الله. طلعوا يا صاحب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله طقها الله يا اخوان. طح هم غمق بدي فوت غاد هو على الزاوية ذيك. مش قاعد بدي احجار الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله. صاحب صاحب شكرا. بدي اطول اشي ثاني كمان هذا ترى بيشي تبي سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وين وراه؟ ها تحت تحت. صاحب تعال تعال صاحب. صاحب صاحب فات الكهف غمق اللي جوا. قاعدين نستنى بيه بس يجي صاحب. يا الله. طبعا يا اخوان كلب صاحب حشون ورد بحشون المنطقة هاي بس مش مسيطر عليه. طب سادو يا باي بحش انت ما دير بالك يابا. يا رب يا الله. والله يتغبر الحج قيمي قيمي يابا. هاي غبر الناس تأثر عليك. أول إحجار حرام أبا. يا رب يا الله. أيوة يابا سادو أنت كمان ابحش معه مالك. أيوة أيوة قولي تراب الإحجار اللي بطلعهن أنت شيل هنا عنه. شوف أخريته مع صاحب. بسم الله يا الله يا رب يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة هاي بسم الله بسم الله. ترى بي أصوات جوا. شو هذا بقى الأسود؟ إيش أسود هون؟ يا الله يا رب يا الله. والله ما أنا عارف يا أبوي. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا اخوان. والله بي أصوات جوا. بسم الله. طلع شو بي هون عندك؟ إيه تلمسني شو هذا؟ الشيطان الرجيم. بسم الله في تحتيه أصوات لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تكبتل على الصخر يا الله. هيو يا رب. شو هذا؟
طلع 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 حري. الله مي مقروع عنك ها؟ موجودة. يا الله هيو. يا الله شواب. هذا بسم الله. مالو يابا. بسم الله. يا اخوان السحر عنده أفونة. الكلب يكون شايف احنا مش شايفين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب يا الله. بسم الله. من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الله. بسم الله. بينكم يا الله. بسم الله. بسم الله. يا إخوان. أوه أوه دير بالك. يشي. صاحب شايفه. ابعد عن السحر هيك بلاش يأذيك. زين بده يهجم على شيء. اه. بسم الله. بسم الله الله اكبر. الله اعوذ بالله من الشيطان. زين بده يهاجم يابا او بده يهجم على شيء. اه. طل طل يا اخوان شد حاله اعصاب جسمه بينت. بسم الله. بسم الله. بسم الله الله اكبر. ها اعوذ بالله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بصار عليه حجار صخر. السحر الأولاني هون والثاني هون. إيه هو ضيق هون. آه. وعليه عمار الأرض. ها. آه. أول مرة يرفع ذيله بالطريقة هاي صح؟ آه. لا إله إلا الله. ما شاء الله. لا إله إلا الله. ترى السحر الثاني هون يا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. ريخوان سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حرام حرام يا صاحب صاحب حرام. صخر يا بطل كيف؟ طيب. الله في أسنانه يا حرام كسر طيب. بيهن عشاننا. طيب. السحر الثاني هون يا الله. أنا صاحب مصر بالمنطقة هاي وطلع السحر من المكان هذا والسحر الثاني موجود هون. أيوه. هاي شايف بدي أجيب الحجار. طول تفرج كيف بدي أجيب الحجار. شايفهم قاعد بقيم بالحجار مقلبين. بسم الله. يعني حجر اكبر منه قام ما شاء الله بزح بيه. بسم الله. بس يابا بيصخر كبيرهم كيف بدك تقيم الصخر هذا؟ والله يابا هذا ثم اكبر الصخره هاي؟ الصخره هاي؟ طيب دير بالك السحر وراك هذا منه. انا بعيد عنه يا ابوي ها. السحر الثاني كيف بدنا نطلعه؟ كيف بدنا نطلعه من الصخر هذا؟ طلع بدي احاول صاحب انه ينزل هون بس مش قادر او مش عارف كيف بده يطيح. الله. بسم الله. شي من هون طار هيك اقسم بالله وكتاب الله بيش ابي الطار دير بالك. بسم الله. شبي بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اطر هون. طيب اعطيني الشنطة يابا. اه خلينا نحط السحر نطلع برا اذا قدرنا نخلع الحجاب هاي نخلعها ما خلعناش لازم نجيب معنا شخص ثاني كمان اذا اشتغل معاي وجيب معي شيخ او نشوف كيف نقدر نفك هذا السحر الثاني هذا بده تحصين صح تحصين بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله